عزيزي المتابع، بالمقطع الماضي انا لما دخلت على كلان البنات عملنا بالاول مقلب وهذا المقلب نجح، وبالتالي انا اليوم داخل على كلان بنات وهذا هو اسم الكلان وينكس جيرل، ولليوم انا موجود داخل هذا الكلان يا اساطير، لدرجه انه نص اللي بالكلان بيعرفوني، لذلك وثقوا فيا واعطوني علامه الادمن داخل هذا الكلان. ولكن اليوم احنا ناويين على شر ناويين على الشر يا اخوان من المقطع الماضي. بصراحه تقريبا اغلب تعليقاتكم كلياتكم زين، لازم تعمل مقلب مرتب بالكلان زين، بدنا اياك تطرد كل اعضاء الكلان، عرفتوا اللي لاحظته حاليا انا انه ماما سبانخ يا اخوان اللي هي صاحبتي معها القائد تبع الكلان، يعني هي المسؤوله عن كل البنات الموجودات داخل الكلان هذول، شايفينهم؟ اوكي زين يا قليل الادب، ماذا ستفعل يا زين؟ والله يا اخوان انا اليوم راح اكون ابو هذول البنات، مش هي بالمقطع هذا بتتذكروا في مقطع قديم قالت لي انه زين انا ابوهن، انا امهن للبنات، اليوم انا بدي اكون ابوهن. نعم اليوم بدنا نجيب العيد، عرفتوا كيف؟ فاللي راح نسوي اليوم انه اول اشي بدي اضحك على ماما سبانخ واحاول اني اخذ حسابها عشان اكون انا العنصر الاقوى داخل هذا الكلان، وبعد ذلك عزيز المشاهد سوف تبدا عمليات الجلد بنجاح. هسه احنا المفروض بس انه نجيب ماما سبانخ على طول ونحكي لها اوه بليز بدي الكلان وبدي، لا لا سبانخ يسعدي انت اكثر واحده بالدنيا بتوافقي على طول، مش عارف ليش. انا ما احب التكبر، التكبر للشينين. التكبر لمن؟ شين، واحد شين يعني سيء. واحد شين يعني ايش؟ سيء قليل الادب. في واحد سيء قليل الادب؟ حاب اني ابارك لك بالبدايه لانك صرتي قائده، اترقيتي صرتي القائد الاعلى بالكلان، تمام؟ بركيك. عمري طلبتك طلب وقلتي لي لا؟ دائما كل اقول لك ايه. يعني بتقولي لي شو اللي هاي؟ قولي لي يعني اوكي، قولي اوكي باللغه الانجليزيه، انت لازم تكوني مثقفه، بكفي هبل خلص. حول ولا قوه الا بالله، ما فيش اهبل غيرك، انت رئيس الاهبل، انت رئيس المهابل، انت هو اللي مخربط. هيبت بفقعك طرد، اقسم بالله ليش افقع؟ ها اطلع برا. الحين حزتها يا اخوان، لازم نجيب العيد. فحصتي هبل ولا لسه؟ طيب اسمعي، ما تحبوا الصراحة. لا انا حاليا هسات بدي منك طلب، بالله عليك اسمعي، طيب في عندي فكرة مقطع، لازم ادخل على حساب بنت عرفتي، ولازم اني اعمل تقييم لحساب البنت. عرفتي؟ لازم اعمل تقييم لحساب البنت، وانه يعني اغلب اللي بيتابعوني بنات وشباب، فكثير بعمل مقاطع للشباب، هاي المره بدنا نعمل مقطع للبنات، فبدي استعرض حساب بنت عرفتي؟ فحسابك انا حكودي عنه انه جدا اسطوري، فعشان هيك بدي حسابك يا سبا، انا خذ وتقطعينيش حسابك. ثواني اجيب لك اي دي. تمام شو الاي دي؟ بدي حسابك، كلمه السر والايميل، شو الاي دي؟ مالها بتعيط بالله؟ الو 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 سبانخ، شو بدك؟ بدي الحساب، الكلمة السر والايميل. طيب بعطيك، شوف حسابي ذا من اقوى حسابات السيرفر. لا 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 بدي حسابك هذا. طيب شوف هذا. ما شو اللي شوف هذا؟ ما بدي ما بدي، بس بتحول هسه، بعثي لي الحساب بسرعه. اذا ما هي حساب انت انت انا بعرفك من سنتين، بحياتك خشيت حسابي؟ هسه هسه. يلا اسمعي على السريع على السريع، بس دقيقتين. طيب طيب قول لي مامي، قول لي مامي يا دخلي. اقول لك مامي؟ قولي يا مامي، اطلع يا مامي. قال لي مامي يا زلمه، تزعقيش طرد، انت صرت طردك 10 مرات خلص، فش عندك كرامه؟ عندك حساب ثاني انت بالكلان عشان بدي اصور معاك المقطع عندك؟ عندي. ايش يعني عندك ولا لا؟ عندي. طب خلص كويس، هاتي ابعثي لي هذا الحساب على السريع. انت موافقه ولا لا على الساعه؟ على الساعه تجلطينيش على الساعه. خلص انا موافق، لا تعيط. يلا ابعثي لي على السريع وفوتي معي من حسابك الثاني، تمام؟ يلا اوكي. يلا ابلعي واطلع برا. لازم تنطرد، اذا بتنطردش بزبطش. الا فزنا فزنا، فوتنا على الحساب فوتنا، بس يخرب بيتك لو شكلها لابسه يا اخوان، يخرب بيتها على اللبسه هاي. استنوا خلينا نلبسها برداي، هاي البرداي كثير حلوه. احنا شو بدنا نعمل؟ اوكي شوفوا انتوا لاحظوا انه انا حاليا معي القائد بالكلان، عرفتوا؟ يعني بقدر اعمل اللي بدي اياه، يعني مثلا ايه هاي بقدر اطردها، اللي اسمه ام هاي، هاي اتوقع هذا انه حساب سبانخ الثاني، هاي من لبسها مبين من لبسها. في عندنا كمان ام دعاء، ام دعاء شكله اليوم حفلتها متجوزه، شو ليش شكلها لابسه وترقص؟ في عندنا لزقه، وفي عندنا شو الاسماء هاي؟ بنات لو شكلكم بتسموا حالكم؟ استنوا بالله بالبدايه بس نشوف هذا حساب سبانخ، وهي هي صح؟ سبانخ؟ هذا حسابك الثاني؟ ثاني؟ ايوه سبانخ. مالك بتحكي زي البسة؟ بتاتا. طيب راح اعطيكي دقيقة واحدة، شو اللي دقيقة؟ ثلاث ثواني، اضفي لي بنتين حاليا بالسكواد، وبدي اعمل لهم اختبار للكلان، اللي ما بتعرفش تلعب راح اطردها. طيب زين دير بالك تبيع بنات، تبيع الاعضاء، تبيعنا واحد واحد. يمه انا ايش سويت؟ ايش سويت؟ شو اللي تبيعنا؟ هسه بطردك، فكرة بمزح؟ وين انت؟ شو اسمك؟ هاي طردها.
برا برا يلا هاي برا الكلان. احا والله العظيم بطردك، شوف فكريني بمزح برا، واذا بتفوت على الحساب برا بطردكم كلكم. حول ولا قوة، خلص استفحل استغول. خلاص خلاص ببعتلك تعالي ببعتلك دعوة، هاي دعوة. صلي على النبي صلي على النبي. إذا بتعرفي أنت البنات ضيفي لي إياهن حاليا على السكواد واحكي لهم إنه زين بده يعمل لكم اختبار، اللي بترسب بالاختبار برا الكلان. ما فيش عندي بنات ما بيعرفوش يلعبوا جوا الكلان أنا. يا زين طيب ريلاكس على بناتي، أنا بعاملهم بطيبة وإحساس شوي شوي. ماشي ما هي يعني كمان أبوهم يعني بتعمل. إحنا أرق من العصافير، إحنا ما بنتعامل هيك. أنتوا إيش؟ أرق من العصافير. انا ذات نفسي مش مصدق الجمله اللي قلتها. ارق من العصافير، يخرب بيتك صدقت حالي. انا معاكو عشان بحساب بنت يعني كمان ولا لا؟ اكيد انت زيك اكيد. هاتي لي مين في بنات بالكلانات هي؟ شوف هاي شادن، هاي اللي لعبت معي الروم الماضي. هاتي لي هاتي لي في وحده عملت شعار. تمام استنى، هاي اردنيه، هاي ما غيرها يمكن. استنى هي اردنيه ما غيرها، هاي بردن عليك على طول بعدين. لزقه لزقه والله لا تنطردي يا لزقه. استنى نورتي يا رزقه. هاي كمان شادن نورتي شادن. سبانخ سكر المايك لا تنطردي من الكلان. بس البنات الثنتين اللي فاتن افتحن مايك، اللي بتفتحش مايك برا الكلان بسرعه. نبلش بشادن، كيفك يا شادن؟ بخير طيب بعدين. انت شادن انت ادمن بالكلان؟ والله ادمن. انت ادمن بالكلان معانا؟ ايه. طيب ثواني اغفر اشوف والله هالشغله هاي. في ايه، مين طردك برا الكلان يا شادن؟ يا حرام زين حكيت لك عاملنا بطيبة وإحساس. إيه ده؟ أنا بتعامل معك بطيبة وإحساس، مين طردك برا الكلان يا شادن؟ بدي نقاطي باليوم قاعد أجمع فيها، ألعب ليل ونهار عشانها. نعم ما اللي لسه ده خليك تلعبي ليل نهار وأسابيع وليالي وهذا، خليك تتعبي لسه وراك شغل طويل. حاليا عليك اختبار، إذا بتنجح بهذا الاختبار بترجع على الكلان، غير هيك ما فيش. لازم أنت ليش ما بتسوي لي قلب؟ سوي لي قلب عشان أخليكي بالسكواد بسرعة. لا ما نختلف. استنى حط شخصية شاب مفكر شايف حالي شي غلط. أيوه يسعد الله. شو اللبس؟ حاول يلا شادن عليك اختبار حاليا لو سمحتي، ولا بحكي ما تقطعيني، ما تقطعيني ولا بحكي نهائيا. لا سمح. نعم تبعين خدي شو مسوية؟ ولا شو مسوية ولا بتعرف ما كيش بطاقات روم فضحنا. طيب يلا نلعب روم ما يخالف. بس استنى هاي بطاقات اول في روم. يلا هيدا سوي روم وبتجيني على الروم على طول. انت هالساعة شادن لحالك تمام، اذا بشوفك بتلعبي بربرة. اوكي يا اخوان حاليا مبدئيا خلينا نسوي لهاي شادن اختبار تمام عشان نفوتها على الكلام. بلاش تقولوا لي حرام يا زين وطردتها، فلا بدنا نسوي لها اختبار عشان ما نظلمهاش تمام. اذا بتخسر بالاختبار برا بديش اياها بالكلام. الكلام خلص هادي سريري، انا اليوتيوبر الوحيد اللي عندي كلام بنات. خلي الجولات 7 ما بدي ازيد شيء، ومش راح اسوي ولا اي شيء بالاعدادات نهائيا تاكيد على طول. شو ما يجي اسلحه يجي تمام. هاتولي شادن هاي على السريع. طيب هاتوا ماما سبانخ خليها تفوت معي. ايوه تعالي تعالي تعالي، روح على اليمين شادن. ايوه شطوره سمعت. هاتوا ماما سبانخ. سبانخ سبنوخه اسمعي انا زعلانه. انت ايش زعلانه؟ وايه لازم تحسب. يعني بحسنت بس في شغله بدي احكي لك اياها تمام. تعال 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 وين رايحه؟ في شغله بدي احكي لك اياها. بتعرفي اذا انا بفوز على هاي البنت اللي اسمها شادن كل اعضاء الكلان راح ينطردوا. هيني بقول لك من الان كلياتهم راح ينطردوا، وانا بايدي راح افوت اعضاء اجداد. هيني بقول انا فيش عندي مزح. روح على الزون يلا. طب انا قلت لك بس عشان توافق، انت لازم توافق يعني على جهتين. بديش العب. ثاني بعلق اللعبة. وعم تخرب بيتك، هاي قلت لها تلعبيش بربرة بتلعب بربرة. هاي تتنفس بربرة. انت ما يمديك تقول لحد يتنفس بربرة تلعب بربرة، ما يمديك. انا خسرت. انا اسف. انت كنت تهايط اول جوله. القم ما با با ما فهم الانترنت عندي زباله. انا ليش كنت هايط؟ حسابي حلو. حسابي حلو هسه عن جد عن جد. اذا بناخذك على دكتور للمجانين شو بوصف حالتك؟ شو بيوصف حالتي؟ بيوصفني اني احسن انسانه في الكون. واو احسن انسانه في الكون. ما بضحك عليكي؟ لا بالعكس. وين راحت هاي؟ ولك طيب. على الزون انت. هاي خلص خلص تحمس نفسي اطوف. البنت هاي بتخوف اقسم بالله انا خايف منها. اقعدي بوقع وجهك. قلت ليش ما رحتي على الزون؟ لويش لويش؟ انا قلت لك روحي على الزون صح؟ طيب كنت رايحه لا تسحي علي.
انا فايتك عشان اتسلى عليك لاني بزهق بالروم لحالي. علي والله انك ما تستاهل. روحي على الزون بسرعه عشان تشوفي كيف دوقع وجهها عشان اطردك وكلك. روحي ولك زين طالع على النبي تطردين. والله لا اطردك وكلك تفكرين بمزح. لا حول ولا قوه الا بالله علي العظيم. جيب لي لقطات بسرعة لما اخش اصورهم. اوه ايه ده هاكر. هل تعلمين يا سبانخ ان البربرة لا تنتصر دائما على والله بتنتصر. هل تعلمين انني والله عندك سكنات حلوة. هل تعلمين والله نسيت شو بدي احكي. ماذا اعلم؟ مين فاقع كف على عيونك؟ حكيت لك الكلان تبعنا راح نصير نلعب على الجلوبال ان شاء الله وانت اصير سيرفر. شجعيني ابو توت ابو توت. والله بتلعب بربرة. قلت لها تلعبش بربرة. والله بتلعب بربرة. والله قلت لها تلعبش بربرة. القم. شو اللي القم؟ طب بدي اطردكم على الجهتين. يلا خسرت ولا فزت والله لا بديش احلف. خلص طلي على النبي بس صدقي غير اطرد على الاقل ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة من الكلانكو. بتفكريني بمزح؟ انا اصلا دخلت على الحساب مش عشان اشي. انا داخل على الحساب انا هسه بتعرفي انه انا هسه قاعد اصور بمقطع بتعرفي؟ احا شجعيني عشان افوز وعشان ما اطردكم. يلا اي اوكي يلا اذا فزت تخيل بتجيبك بوت. تخيلي طبيعتك بقلاق بسوي عليك مين. ما بتموتش ما بتموت ما بتموت. والله لا هرب يمبا احا انت عم تدخل بالتن وهجم علي كمان. هجم علي والله العظيم ما بتموت. والله العظيم أربعة شو هذا كيف تعيش وتاكل غير. اسمع بالله عليك لما كنت اضربها هدها كان ينحسبا. لا ما كنت نت معلق. انت كنت تخش بالحيطان. اخش بالحيطان ده فوتو براسك هسه بشوف شو فيه. بشوف شو الهبل هذا من اصله من ايه. والله ظلمتك يا سبان. خلص تعالي لا تزعل. تعالي لا تنتحري لا ثانية. انت اللي بتفوتي من جوا الثلج مش انا. تبي حول الله قوه الا بالله. وين هاي؟ طيب انا ما شريت سلاح. يلا زين انت قد موتنا. قربي افرجيك البربره هسات على اصول كيف. قربي زين العب وانت لا تفش لحالك. صحيح بس عليك زين البربر جدو. لا العب وانت والله وقع وجهك انت وشادن هسات. استني النتيجه 3-3 ضل جوله واحده صح؟ صحيح. ايش الروم السريعه مره حرام عليك. هسه اذا هي شوفي اذا هي بتفوز بالروم عرفتي راح افوتها على الكلان راح اطردك انت وراح اسرق حسابك. لا قوة الا انا. ايش انا ايش العملة الغبية اللي عملتها في حياتي؟ مين عم يدعي علي؟ رجعت على حسابي. صعد الحين خلص احنا مني. ما حدا قال لك تعطيني حسابك، لازم ما تأمني، ما تعطي حسابك ولا لأي يوتيوبر في حياتك. اليوتيوبر كلهم حرامية. طيب ما تقتلني مشكلة يا اخوان. والله العظيم ما بتموت البنت ما بتموت. بتموتش فزت واخيرا راح تنطردي يا سبانخ. راح تنطردي يلا. أهلاً بالعيد. أهلاً يا شادن. ليش أنا قلت لك لا تلعب بربرة صح ولا لا؟ هذا لعب كيف؟ شو اللي هذا لعبك تلعب إيدك ورجلك ولا مالك مش عارفة تردي؟ ألو صلي عليك البنات خليهم يعيشوا. استني أشوف شادن أنت جوا الكلان ولا برا؟ أيوة برا الكلان. خلاص خليكي برا الكلان على طول. خلاص بما أنك خسرتي فخلاص يلا باي باي. تمام أقول رجعوني الكلان ومنصبي يرجع لي ومبارك فيكم. هيك أقول رجع
كان خيرك اشطع برا. كيف برا الكلان على طول رجع البنت؟ يلا بيبي يا رجال الكلان. وانت كمان بدك ترجع الكلان؟ انا بدي اعيط. انا عاوز خلينا نشوف كمان حدا ثاني. خلينا تضيفيش حدا بعد هذا الفيديو بعتزل سنه لقدام. ايوه اردنيه. انت بتعرفيني اردنيه؟ ثواني بالله اسكتوا كلياتكم. اردنيه بتعرفيني انت؟ ازاي ايه ولك؟ مش انت اللي مره صورتي معي فيديو؟ ايوه انا. انت شو مفوتك انا لك لنا؟ بعرف ماما سبانه. انت ليش بحسابك؟ انت كيف عرفتي انه انا زين؟ صح من صوتك يعني. من وين انت حاليا يا اردنية؟ اذا راح اسوي لك اختبار، انا حاليا صاحب الكلان، اذا بتخسر بالاختبار راح تنطردي برا معاهم. ماما سبانة اختلمه كمان بطردك برا السكوات. جاهزة يا اردنية؟ اوكي جاهزة. تقول لي اوكي جاهزة. وين السلام الملكي تبع الكلان؟ وينه؟ بدك روم اختبار؟ يلا بنعمل روم. والله البنت قطاعه شكلها. خلاص بدون روم، انت فزتي. وين الشعار؟ وين الشعار؟ وين الشعار؟ يلا معك 3 ثواني تحط الشعار. يلا وين الشعار؟ يلا احكي لي اذا انت قائده مش حاطه الشعار. حر انا. يلا لقيت حجه طردتك عليها. استني بقى خلينا نطردها برا كمان. شو اسمك؟ اردنيه انت؟ تعالي. انا اصلا كنت شاك انك انت برا الكلان. يلا غير قائد. يي لازم بعد 120 دقيقه. خلاص اردنيه انت نجحتي بالاختبار ونجحتي بالشعار. مش ضايل ولا شيء الا كل شيء. خذي هذا الحساب كمان. ماما سبانه خلع تعطيكي قائد كمان. استني وين هاي اردنيه؟ وين اردنيه؟ هاي ترقي نقل ملكيه. يلا نقل ملكيه. لا هاي قائد. يلا هاي صورتي زعيم. يلا روحي. والله اردنيه صارت زعيم بالكلان. تمام طيب وين صار علي؟ انت برا الكلان. خلاص استني اشوف بروفايلك. قلت لي برا. نعم شو اللي برا الكلان؟ برا السكوات تبعي برا. قلت لك برا. بس سباني خنت رجعت على الكلان. استني خلينا نخرب. استني خلينا نشوف مين في قائدين بالكلان كمان. استني ايه انا ولدك. خلي الكلان وخلي الحساب. اعطيك. استني خلينا نشيل الاسم هذه. انزل رتبه. استني اردنيه مين هذا؟ استني شوي بدها تسوي شغله. بس ثواني اردنيه انت صدقت حالك. استني حسابي حقي. انزل رتبه. بدي اعطيك هذا. استني نقل ملكيه. خلاص صرت انا صاحب الكلان. ولا واحد فيكم بيقدر يبعث دعوه لاي شخص بالكلان حتى شادن. طيب انت ترى كلان بنات مو بعيال. ايش دخلك؟ حر انا بدي اغير اسمه بدي اسميه ابناء المستقبل. بدي افوت عليه كل اعضاء كلاني. شو دخلك؟ يا زين رجع الكلان. يلا يا قلبي هسه رجع. اردنيه احكي له رجع حسابي بالمره. خلاص صايبه رجع حساب البنات. خلص السخاف. رجع حساب البنات. اي بعد رجعوني انا الكلان ومنصبي يرجع لي ضروري. يلا هيدا اطلع من الحساب. خلص سبان اخفوتي على الحساب وهذا الحساب لك. يلا خلاص دي شيء. يلا باي. هذا الحساب يلك. طيب يلا سبانخ. يلا انتوا شفتوا انا شو عملت؟ شفتوا؟ استنوا يا اخوان انا فتحت حسابي الاصل. استنوا فرجيكم انا شو عملت. تمام ثواني طلعوا يا اخوان. سرقت الكلان. الكلان صار لي. خلص اللي بده يفوت على الكلان يكتب لي الاي دي تحت. يلا انا بدي اسرع بعض الطلبات على الكلان. تمام صار عندي كلان واسمه ايش؟ اسمه وينكس جيرل. شو اللي اسمه هذا مش فاهم بس انه كلام بنات. المهم يا شباب هذا هو كان مقطعنا الانتقامي لليوم يا اساطير. انتقمت لكم. هاي مقطعين صرت منتقم عرفتوا؟ الاول مقلب النوب وهذا الثاني تخريب الكلان. واخذنا اصلا سرقنا الكلان. خلاص ما فيش كلام بنات.